وفي ذات السياق أيضا، بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنفيذ مشاريع إغاثية جديدة في إطار تقديم المساعدات الغذائية لآلاف الأسر السورية اللاجئة في مختلف المناطق اللبنانية من أجل تخفيف معاناتهم. الجمعية أيضا شرعت في تنفيذ مشروع التمويل الذي يؤمن بطاقات تسهل لحامليها شراء مواد غذائية، ويستفيد منها 2000 أسرة في منطقتي إقليم الخروب في جبل لبنان وعكار شمالا. آلاف النازحين السوريين في 6 مخيمات في شرق مدينة زحل في البقاع تلقوا مساعدات تموينية مقدمة من الشعب الكويتي، وزعتها عليهم بعثة من الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني. الحصة المخصصة لكل عائلة نازحة تتضمن مواد غذائية من حبوب ومعلبات وغيرها من المواد الرئيسية التي باتت العائلات النازحة تجد صعوبة شديدة في تأمينها. تستمر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمساعدة أشقائنا النازحين السوريين في لبنان. نحن اليوم في البقاع نقوم بتوزيع 500 حصة غذائية على المتضررين من جراء النزاع المسلح في سوريا، بالتنسيق طبعا مع الصليب الأحمر اللبناني. وتشمل هذه الحصة الغذائية على مواد عينية غذائية رئيسية. تستمر هذه المساعدات كذلك في صيدا وفي طرابلس وعكار من مشاريع المخابز المستمرة من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وكذلك هناك مشاريع أخرى مستمرة مثل مشروع التموين الذي يمول الآن في إقليم الخروب ويشمل 1000 أسرة خلال الشهر الحالي. النساء والرجال والأطفال اصطفوا للحصول على حصصهم التي عاونهم متطوعو الهلال الأحمر والصليب الأحمر على حملها باتجاه مخيماتهم، الشاهدة على معاناتهم والتي تطال مختلف جوانب الحياة. مساعدات كثير منيحة بالتعاون يعني مع الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني، كثر خيرنا عم يساعدونا بما فيهم يعني الخبز والمساعدات الغذائية وجبات رمضان. والله نشكر الهلال الكويتي وبيساعدونا بالخبز وبالكراتين المساعدات الخيرية ومفضلين علينا كثير. والله عم نعاني يعني صار وضعنا كثير تعيس، الأمور كل محالة على أسوأ من سيء، ويعني وبيوتنا تدمرت وراحت وشوفت عينك هون بلبنان، حتى لبنان ما عاد يستوعبنا، يعني صرنا أعداد كبيرة كثير. اليوم رح يصير لنا أكثر من سنتين، عرفت كيف؟ ما قصروا بحقنا أبداً. عندي حدا لا رادود ولا سادود، حرمي فقيرة ما عندي إيش، جاني تامة عيشتن والله لم حديد ولم وعيشن. والله أكثر شيء مواد غذائية، سكن معنا، المي خفيفة وعين الله. الهلال الأحمر الكويتي أطلق أيضا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني المرحلة 11 من مشروع المخابز التي ستستفيد منها 4000 أسرة سورية نازحة على امتداد المناطق اللبنانية. احنا صار المشروع من شباط ل 2013 ماشيين بمشروع الخبز، هذا المشروع الرقم 11 للمخابز من ضمن المشاريع اللي بيعملها الهلال الاحمر. يعني احنا اليوم صدف بمنطقه البقاع عم نوزع المساعدات للنازحين السوريين وكمان انطلقت الخبز، فمشكورين الهلال الاحمر والشعب الكويتي على المساعدات اللي عم بتكون عم توصل لمحلها وبالوقت المناسب للاخوه السوريين. المساعدات الكويتية للنازحين السوريين ستستمر طالما هناك حاجة لذلك، على نحو ما أكد لنا رئيس بعثة الهلال الأحمر، وأنها ستطال العدد الأكبر من النازحين. سحر بشارات تلفزيون دولة الكويت للنشرة المحلية، البقاع.